مساء الخير. ده شرح لتجربة الديفراكشن جريتنج. تجربة الديفراكشن جريتنج هي تجربة الهدف منها ان احنا برضو ندرس ظاهرة ضوئية هي ظاهرة الديفراكشن. الديفراكشن ببساطة هو انه الضوء بيدخل في مسافات ضيقة قوي كومبيرد للويف لينكس او طول الموجي، فبيحصل انه جبهة الموجة بتتقص، وده بيخليها تشتغل مصدر مقصوص او مش كامل، بيطلع ضوء في اتجاهات كتير، كل لون بيطلع في اتجاه مختلف حسب الشرط بتاع الكونستراكتيف انترفيرنس. فالديفراكشن بيؤدي بالضوء الابيض الى انه مش بس ينحرف عن مساره، لكن كمان ان هو يتفك بالوان كتير. لو كنت بعمل التجربه دي على ضوء واحد زي لمبه الصوديوم اللي في تجربه نيوتن، اللون الاصفر بس، كان كل اللي هيحصل انه مدى ما مسار اللون الاصفر طالع من اللمبه ماشي بشكل عدل في المايك في التلسكوبس اللي عندي هنا واسلمه مباشره قدام اللمبه، كان هينحرف اللون الاصفر ده. لكن هنا احنا مستعملين مالتي كلر سورس، مصدر فيه الوان كتير، اللي هو لمبه الزئبق دي بتطلع الوان كتير، عشان كده شكلها قرب اللون الابيض، هي مش ابيض بالظبط يعني، ابيض مزرق شويه، مش زي تجربه نيوتن اللي كان فيها لمبه صوديوم بتطلع مونوكروماتيك لايت. الاجزاء بتاعت التجربه عندنا هنا الباور سورس اللي متوصل بال 220 فولت علشان الباور سورس ده يغذي لمبه الزئبق. لمبه الزئبق بيواجهها اثنين تلسكوبس، مش مايكروسكوبس، تلسكوبس، لان هما بيتظبطوا بحيث ان انا اشوف اشعه بارلل، يعني كانت اشعه جايه من بعيد. هي الفكره دلوقتي ان احنا عندنا في التلسكوب الاولاني اللي هو القريب من اللمبه هنا، عندنا في الاول المدخل بتاع الضوء، مدخل الضوء ده بيبقى محكوم بحاجه شكلها شبه السكينه او شبه الموس، يعني انا من هنا من النوب دي انا ممكن العب في عرض، اغير العرض بتاع الفتحه اللي بيدخل فيها الضوء كده، مثلا انا بكبر عرض الفتحه اللي داخل منها الضوء او بصغره، فمن هنا بحكم عرض الخط الابيض اللي انا هشوفه من التلسكوب. بعد كده عندنا في التلسكوب الاولاني في الزبطه بتاعت الفوكس بتاعه، وبعد كده في تيبل هنا، دي التيبل دي لازم اتاكد انه مربوطه كويس، يعني ده العصايه دي ربط التيبل ده كويس بحيث انها تبقى بتتحرك مع العصايه دي، مش العصايه دي مفكوكه. عندنا التلسكوب تاني، التلسكوب التاني ده فيه ظبطه الفوكس بتاعته من العجله دي. طيب الفكره دلوقتي هتمشي ازاي؟ هي الصعب في التجربه دي هو الظبطه بتاعتها الاولانيه، انا لازم اضمن التاني، يعني التظبيطه اللي انا هعملها دي هعملها بحيث ان انا اضمن التاني. نمره واحد، الاشعه اللي جايه لي من اللمبه لازم تكون اشعه متوازيه. ليه؟ علشان الحسابات اللي احنا هنعملها او الشروط اللي احنا ماشيين عليها في الديفراكشن هتبقى مبنيه على اشعه جايه متوازيه. طيب الاشعه الجايه متوازيه ممكن اجيبها من حاجه من تانية، يا مصدر بعيد قوي، طبعا ده مش هنعرف نعمله في المعمل، يا اما من مصدر قريب بس محطوط في نقطه الفوكس بتاعه التلسكوب ده. فلما يكون الاشعه جايه من الفوكس هتطلع من الناحيه الثانيه بارلل، دي معلومات خدناها في الاوبتكس زمان يمكن قبل كده في اعدادي او في المدرسه. ف بيتسمى ساعتها التلسكوب ده بنسميه كوليميتر. كوليميتر هو اللي بيحول الاشعه من اشعه متبعتره خارجه في كل الاتجاهات من المصدر الى اشعه متوازيه، لان المصدر موجود في الفوكس بتاع التلسكوب ده. التلسكوب الثاني اللي انا بتفرج منه بيعمل العكس بقى، بيستلم اشعه متوازيه. صحيح حتى لما بحط الديفراكشن على التيبل دلوقتي زي ما هحط كمان شويه هنا هحطها في التيبل ده، الديفراكشن جريتنج او محظوظ الحيود اللي هو بيتسبب في ان الضوء يتبعتر، هو كده الضوء معدي ابيض زي ما هو مفيش حاجه. فالتلسكوب الثاني هيستلم خط ابيض، التلسكوب الثاني ده برضو المفروض انه يتظبط بحيث انه يستلم اشعه جايه متوازيه. فالاشعه جايه متوازيه من التلسكوب الاولاني بظبط الفوكس بتاع التلسكوب الثاني بحيث ان انا اتفرج على اشعه متوازيه. يعني الاشعه المتوازيه اعرف اشوفها، فمعنى كده انه اشوف خط واضح يعني، فيبقى كده التلسكوبين مظبوطين على بعض. فدي الظبطه دي هنقولها دلوقتي، بس ده اول هدف. تاني هدف ان انا لما احط الديفراكشن جريتنج لازم تكون الديفراكشن جريتنج دي محظوظ الحيود، اللي هي عباره عن حته بلاستيك، حته البلاستيك دي متقسمه من جوه بستريبس كده او طول بالطول كده، شرايط رفيعه قوي، العدد الشرايط مكتوب عليها 5000 لاينز بير سنتيمتر، فمعنى كده ان السنتيمتر مقسوم تقريبا 5000 حته، معنى كده ان المسافه بين الحته والحته او بين الشرطه والشرطه اللي بعدها، المسافه اللي الضوء مسموح له يعدي فيها هي 1 على 5000 من السنتي. شوف دي تطلع كام، تطلع مسافه صغيره جدا.
فانا عندي 5000 سنتي طبعا هم مش باينين اللي هم رافعين قوي، انا مش شايف انا الخطوط دي بعناية بالنيكد اي او بالعين المجردة. بحط الديفلكشن جريتنج في التيبل دي، وانا عايز كمان اضمن ان الديفلكشن جريتنج دي مستواها عمودي على المستوى بتاع الاثنين دول، المفروض الاثنين دول بيكونوا مظبوطين قصاد بعض في الاول، وده بيطلع اشعه بارلل وده بيستلمها، وعايز احط دي بحيث انها تبقى عموديه على هذه الاشعه البارلل. يبقى انا دلوقتي التظبيطه اللي انا هعملها هعملها علشان اضمن الحاجتين دول، اضمن انه الاشعه طالعه بارلل من التلسكوب الاولاني اللي بيشتغل كوليميتر وبيستلمها التلسكوب الثاني، وكمان تكون دي عموديه عليهم. طب هعمل بقى كل القصص دي ازاي؟ فدي الستبس بقى الصعبه اللي في التجربه. القياسات نفسها سهله جدا. طيب الستبس دي هتمشي ازاي؟ نمره واحد، طبعا انا الديفراكشن جريد دي هتتاخر شويه في اللعبه بتاعتي. نمره واحد، انا بتاكد ان اللمبه قريبه من التلسكوب الاولاني، وبعدين بظبط التلسكوب النمره 2 اللي انا بستلم بيه ده، ده هبتدي بيه التظبيطه. دي اول تظبيطه هتبتدي من هنا، ان انا ببص من هنا على هدف بعيد، ببص بعناية من هنا على هدف بعيد، على الباب، على الحيطه، على اي حاجه بعيده في المعمل، واقعد العب في الفوكس كده بحيث ان انا اشوف هذا الشيء البعيد. طبعا هشوف صوره مقلوبه لان عدسه تقلب الصوره. لما اشوف بيه التلسكوب ده شيء بعيد زي الدولاب اللي هناك ده مثلا في اخر المعمل ده، هيحصل ان انا كده اكون مطمن ان الاخ ده مظبوط على اشعه بعيده، اشعه بارلل، يعني الفوكس بتاعه مظبوط زي ما انا عايز. ارجعه قصاد التلسكوب نمرة واحد. يبقى اول تظبيطة عملتها كانت هنا، دي سهلة ان انا بظبط بيه النوب دي ان انا اشوف صورة مقلوبة بعيدة عشان اتأكد ان الاخ ده مظبوط على فوكس يستلم اشعة من بعيد، اشعة متوازية. نمرة اتنين، وانا متأكد ان اللمبة هنا قريبة من التلسكوب نمرة اتنين، بتفرج من التلسكوب نمرة واحد، بتفرج بقى من التلسكوب نمرة اتنين من هنا، وهدفي ان انا اشوف خط ابيض جاي من اللمبه دي يكون فيه المواصفات التاليه. اول حاجه يكون خط رفيع، ما يكونش خط عريض قوي، علشان انا بقيس على هذا الخط بالكروس هير اللي هو شكل الشرط الراسي ده، الشريطه الراسيه دي، فعشان الشريطه الراسيه اللي بقيس بيها في التلسكوب ما تبقاش قدامها خط عريض بقى ما اعرفش بقى اقيس في اول الخط ولا في اخره، لازم الخط الابيض اللي بشوفه يكون خط جاي مش كبير قوي مش عريض، فبظبطه من عرض السليت او الفتحه اللي بيخش منها الضوء. يبقى دي التظبيطه نمره 2. نمره 3، اظبط من الفوكس ده ان انا اشوف هنا خط ابيض واضح ما هوش مهزوز. لو ده حصل ده معناه انه الفوكس بتاع ده اصبح مظبوط مع الفوكس بتاع ده. طب انا ضامن ان ده بيستلم اشعه بعيده او اشعه متوازيه جايه من بعيد، يبقى اكيد ده بيبعت اشعه متوازيه او رايحه لبعيد. يبقى لما اشوف من التلسكوب ده صوره واضحه الخط مش مهزوز، يبقى اكيد ده مطلع اشعه متوازيه زي ما يكون الاشعه جايه من مصدر بعيد او هو شغال كوليميتر. التلات تظبيطات دول سهلين، ان انا اظبط الاخ ده على صوره بعيده مقلوبه، وان انا اظبط العرض بتاع السكينه اللي هنا، وان انا اظبط ده الفوكس ده بحيث ان انا اشوف هنا خط ابيض. يبقى انا بظبط الفوكس ده مره الاولانيه، بلعب في السكينه دي نمره 2، بظبط الفوكس ده نمره 3، شفت خط ابيض رفيع وواضح مش مهزوز، يبقى كده عملنا الجزء السهل في التظبيطه. الجزء بقى الصعب ايه؟ ان انا عايز اضمن ان الشريحه البلاستيكيه دي اللي هي ديفراكشن جريتنج لما احطها على التيبل يكون مستواها عمودي على الخط الواصل او خط الاشعه اللي طالع من التلسكوب الاولاني للتلسكوب الثاني. علشان ده يحصل هنعمل بقى حاجه غريبه شويه. الجهاز عندي فيه حاجه شبه الفيرنير بس على منقله مش مسطره مش مليمترات، لا هي تدريج بالدرجات. فالتدريج ده اللي بالدرجات موجود على حتتين، حته دايره خارجيه، الدايره الخارجيه دي فيها الدرجات او الديجريز، وحته صغننه كده عامله زي القدمه لو نفتكر القدمه بتاعت اعدادي، متقسمه من 0 ل 60 او من 0 ل 30 في بعض الاجهزه. من 0 ل 60 بتبقى الدقائق او المينتس، لو من 0 ل 30 هنلاقي بقى في السكيل الاصلي في درجات وانصاف الدرجات ديجريز وهاف ديجريز، ويبقى ال 30 دول برضو مينتس، ال 30 اللي بيتحركوا اللي هو في القدمه الصغيره يبقى برضو المينتس. فيا اما درجات كامله في الدايره الكبيره ومعاها 60 حته يمثلوا 60 منتس على الدايره الصغيره، يا اما درجات وانصاف درجات على الكبيره و30 منت على الصغيره.
السكيل الكبير اللي هو فيه ديجريز مربوط في التلسكوب ده، والسكيل الصغير اللي هي فيه المينتس مربوط بالترابيزه دي. كويس. دلوقتي انا عايز اظبط ده عمودي على ده، فاحنا هنعمل حركه ظريفه قوي. دلوقتي انا شايف الخط الابيض طالع من هنا واصل لهنا، فانا ظابط ده قصاد ده. هاخد الترابيزه دي والفها بحيث ان احط الزيرو بتاعها، هي ماسكه من 0 ل 60، فانا هظبط الزيرو بتاعها بحيث انه يكون قصاد رقم واضح، يعني اخده كريفرنس من السكيل الكبير. فالسكيل الصغير مربوط في الترابيزه دي، هحركها بالعصايه دي يمين وشمال بحيث ان احط الصفر بتاعها في اي رقم زي ما انا عايز يعني. فالزيرو بتاعها على رقم مثلا، هنا انا شايف الزيرو بتاعها مظبوط على 220 مثلا. وبعدين هروح واخد التلسكوب الكبير ده والفه 90 درجه. فلو كانت طبعا الريفرنس بالنسبه لي دلوقتي هو المقياس الصغير المربوط في الترابيزه اللي هي دلوقتي ثابته ما بتتحركش. الاخ ده بيلف 90 درجه، طب اعرف منين انه لف 90 درجه؟ طيب الزيرو بتاع السكيل الصغير ده كان مظبوط قصاد ال 220 في السكيل الكبير، السكيل الكبير لف مع التلسكوب ده، فالمفروض انه ال 220 دي اضيف او اطرح منها حسب اتجاه الدوران، يعني اضيف او اطرح منها 220 درجه، فيبقى هنا انا 220 ضفت عليها 90 درجه هلاقي 310، هلاقي المنظر واقف عند 310. كده اصبح ان ده عمودي على ده. يبقى في الاول كان ده قصاد ده، الخط الابيض اللي طالع من هنا جاي في المنتصف بتاع التلسكوب ده، وحطيت بقى التيبل كريفرنس الزيرو بتاعها سموير ولفيت بالنسبه له 90 درجه. حلو الكلام. احط بقى الشريحه البلاستيكيه، تمام، حطينا الشريحه البلاستيكيه. انا في الاول كنت واخد مين ريفرنس لمين؟ كنت مثبت العربيه دي او التيبل دي ولفيت الاخ ده. دلوقتي احنا هنعمل العكس، هنثبت التلسكوب ده. هنثبته ازاي؟ بحيث ان انا اربطه من هنا، هربطه بالمنظر ده من هنا. كويس. فهيبقى التلسكوب ده ثابت، وبعدين هروح لافف العربيه دي او التيبل دي لحد ما الاقي الشعاع الابيض اللي جاي من هنا انعكس وشفته الناحيه التانيه هنا. لما ده يحصل يبقى اكيد انه التيبل دي عامله او الشريحه دي عامله 45 درجه مع اي من التلسكوبين. فانا هقعد العب بقى كده بالتيبل دي لحد ما الاقي ان الاخ ده باعت شعاع ينعكس من هنا، اشوف هنا الشعاع الابيض ده. حلو. انا مثبت التلسكوب، هشوف دلوقتي الموقع بتاع الشريحة دي، اشوف الزيرو بتاعها فين دلوقتي بالنسبة للتلسكوب. التلسكوب هو اللي ثابت، هو اللي ريفرنس دلوقتي، فاشوف الزيرو بتاعها فين. يعني مثلا انا شايف هنا الزيرو بتاعها واقف قدام مثلا 100، لو رديتها 45 درجة هي دلوقتي اكيد عاملة 45 مع ده او مع ده، فلو لفتها 45 درجة يبقى اكيد انا ضمنت ان هي دلوقتي عمودية على التلسكوب ده. فانا هلفها 45 درجة بالمنظر ده، اشوف بقى الزيرو بتاعها بيتحرك يوصل قصاد رقم كده، اطرح 45 او اجمع 45 حسب اتجاه الدوران، اصبح انا متاكد ان ده عمودي على ده. يبقى التظبيطه تاني بس خلاص، اصبح التلسكوب ده حر الف بيه واتفرج على الالوان اللي انا هشوفها. اتحرك بالتلسكوب ده واتفرج على الالوان بعد كده بحيث ان انا اشوف كل لون قصاد القرايه كام، الزاويه بتاعته. خلاص هيبقى ده الريفرنس بتاعي ثابت في الاخر خالص، واشوف الالوان واشوف كل لون يمين وشمال واطرح الزاويه. لو شفت مثلا لون اورنج يمين اشوف زاويته كام، الاورنج شمال زاويته كام، اطرح وتبقى دي اسمها 2 سيتا اقسم على 2. يبقى التظبيطه تاني بسرعه، انا اللي انا هعمله ان انا هظبط ده على مسافه بعيده، ما فيش ديفراكشن جريتنج، هظبطه على حاجه بعيده بالفوكس ده، يبقى ضمنت ان هو مظبوط على حاجه ثابته على حاجه بعيده. بعدين هظبط عرض الشعاع اللي داخل، اظبط الفوكس اللي هنا بحيث ان انا اشوف هنا خط ابيض مش عريض وفي نفس الوقت يكون واضح ما فيهوش اهتزاز. اصبح دلوقتي ده قصاد ده، هحرك التيبل بحيث ان اخدها كريفرنس احركها واثبتها في مكان بحيث الزيرو بتاعها على رقم من السكيل الكبير. السكيل الكبير هيتحرك مع التلسكوب ده بحيث ان انا الف 90 درجه بالنسبه للزيرو بتاع الترابيزه الصغيره. وبعدين هثبت الاخ ده، هربط المسمار اللي هنا بحيث ان انا اثبت التلسكوب ده، واروح مدخل الشريحه واتفرج على اللون الابيض ازاي، ان انا محتاج اعكس اللون الابيض اللي جاي هنا. فثبت التلسكوب، هلف الشريحه دي لحد ما الاقي الخط الابيض وانا بتفرج من هنا، لقيت الخط الابيض يبقى اكيد دي عامله 45 درجه بالنسبه للاخ ده. اشوف الزيرو بتاعها فين، التلسكوب التدريج الكبير دلوقتي هو اللي ثابت، التدريج الصغير يلف 45 درجه بالنسبه للتدريج الكبير، اصبحت دي عموديه على دي. وبعدين اصبح التلسكوب ده حر الف بيه واتفرج على الالوان واخد الزاويه بتاعت كل لون يمين وشمال اراها بطريقه الفيرنير. القرايه بتاعت الفيرنير مهمه ان انا اعرف ان هي مش بالضروره تبقى القرايه دي اخد فيها المينتس، مش مهم لان هي مش تفرق كتير، المينتس دي هتديني ايرور
مش كبير، فممكن اطنشها لو ما فيش وقت. لو في وقت واقدر اقرا الديجري بالمينت ماشي خير وبركه. نفس طريقه الفيرنير، بشوف الصفر شماله كام ديجري صحيحه، وبعدين الشرطه المنطبقه من السكيل الصغير مع الكبير يبقى من السكيل الصغير دي المينتس بتاعتي. بقرا اللون يمين وشمال واطرح الزاويه تبقى دي اسمها 2 ثيتا، واروح اقسم على 2 يطلع دي ثيتا، واقعد في القانون بتاعي. شكرا جزيلا.